نيان جولان جابها الشمال في نادي روما. عايز الاثنين يتغيروا الحقيقه، يعني لوكاس دين لاعب المعار من البي اس جي مميز قوي في هذه الجبهه افضل من توروسيدس، وامامنا توتي في الانتظار، ولكن العملاق في الدفاع اللاعب تشيربي يطلع الكوره الى خارج الملعب. تشيربي لعب لقاء دولي، شوف امامنا هنا لسه ايتوربي وامامنا التدخل، شوف الادوار الدفاعيه، ويشيل على طول، يشيل على طول باولو جانافارو كره على طول، والتسديده حلوه يا جول جول محمد صلاح. يا ولد يا ولد يا ولد، محمد صلاح طلع صاروخ، طلع صاروخ صاروخ يا ولد يا ولد، وادي الجماهير المصريه بالفانيلات الايطاليه، ومحمد صلاح يحطها يحطها ايه، ادي الكوره تتشال من بلوزو، محمد صلاح لا يتوانى، اول اهداف صلاح الرسميه، اول اهدافه الرسميه مع نادي روما، التعادل في الدقيقه 49 بهدف روعه 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 روعه، محمد صلاح يعادل النتيجه ويقول هو ده اللي عندي.